الناس هتدفع كام، وهل فعلا لازم ان انا اكون 10 افراد رايحين نقدم نشترك رأس الشروط؟ الحاج محمد من اسماعيليه اتفضل. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا الفاضل استاذ سامح؟ الله يكرمك يا حاج محمد. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، وبحيي فيك روح التعاون مع كل اصحاب المشاكل يا فندم. لا انا بشكرك يا حاج محمد، ده دورنا. يا رب يخلي حضرتك. انا اتصلت بحضرتك من فتره وعرضت على حضرتك مشكلتي، ان البلطجيه جم خدوا ارضي من حوالي سنتين ونص، واشتكيت وعملت وقالوا لي عايزين حكم قضائي. ربنا اكرمني، الارض ملك من 25 سنه، جالي حكم قضائي واستلمت الارض في شهر 2 اللي فات دوت 2016، وزرعتها حضرتك وماشي الحال لغايه شهر 7 خلصت الزرعه، جم البلطجيه تاني قعدوا فيها. اشتكيت ورفعت عليت صوتي ومحدش سائل فيها لغايه دلوقتي. كل اللي قدروا يعملوه، انا دخلت للسيد مدير امن الاسماعيليه مشكورا، دخلت مكتبه الراجل واداني تاشيره على شكوى قدمتها له، وجيت بها اسم الامطره هنا، عملوا لي محضر وكأن لم يكن المواضيع كل حاجة زي ما هي يا فندم، ما فيش حد عمل لي حاجة. طيب. فأنا بناشد من خلال حضرتك وزير الداخلية، مش هينفع، لازم وزير الداخلية يخش على البلطجة ديت، لأنها انتشرت في الأمطار انتشار زي الوباء، زي المرض اللي هو اللي بيجي فجأة ده ويقش. انتشرت انتشار ملوش حل إلا الردع. البلطجي اللي تخطى القوانين وتخطى أحكام المحكمة ملوش رادع إلا إلا, إلا 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 وزير الداخلية يتدخل يا فندم، أو مدير أمن إسماعيلية يا فندم. ما ينفعش نعيش في الرعب اللي إحنا فيه ده. أنا متشرد أنا وعيالي وسايب الأرض مش قادر أقرب منها. تمام يا حاج محمد، لو سمحت هتسيب لي رقم حضرتك علشان أنا هتابع مع السيد مدير أمن محافظة الإسماعيلية والسيد المحافظ المشكلة دي. أنت يعني في المرة الأولى رفعت قضية وكسبتها وتم تحرير الأرض من البلطجية واستلمتها. بعد ما خلصت الزرعه رجعوا تاني في شهر 7 وقرروا نفس الجريمه، فلازم هنا يبقى في وقفه. وبعدين الناس اللي دلوقتي يعني على اي اساس الناس دي بعد ما حررنا منهم الارض؟ ما لهمش اماكن عندي خالص، ولا جيران، ولا ليهم ارض جنبي، ولا ليهم بيوت. تمام. ولا كان المفروض يتحاسبوا من المره الاولى، يعني انا ما حاسبتوش في المره الاولى ليه؟ يعني انا فضيت الارض بس وسلمتها لك، ما الناس دي قامت بجريمه. فهو فضل بطارد بيه يا فندم. حاضر حاضر يا حاج محمد. بيضرب بالقضاء عرض الحائط وبيضرب بال لا ما فيش الكلام ده يا حاج محمد. لا لا بص يا حاج محمد، انا عارف ان انت مظلوم وهي مشكله صعبه عليك، لكن هو ما فيش حاجه اسمها بنضرب بالقضاء عرض الحائط، يعني القانون لازم هيتنفذ. انا هتابعها لك. اسمعني يا حاج محمد بعد اذن حضرتك. انا هرد عليك وعلى الهوا برضه، هنتابعها لك النهارده ان شاء الله، وهنتواصل مع السيد المحافظ ومع السيد مدير الامن وهرد عليك. بس انا عايزك تسيب تليفونك عشان لو عايز رقم محضر، عايز بيانات، عايز حضرتك يعملوا معايا وانا اديهم التليفون. طيب هو استاذ احمد معاك لسه. بشكرك. بشكرك يا حاج محمد. بشكرك يا حاج محمد. معايا المهندس محمود فوزي رئيس لجنه المتابعه ورئيس الاداره المركزيه للبساتين بوزاره الزراعه، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ سامح. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله